بعد تسببه في إصابة الجوهرة البرازيلية نيمار بكسر على مستوى الظهر ووضع نهاية لمشوار نجم برشلونة في مونديال البرازيل، وجه المدافع الكولومبي كاميلو زونيغا اعتذاراته لمهاجم سانتوس السابق وللجماهير البرازيلية، مؤكدا لوسائل الإعلام أنه لم يتعمد إصابة اللاعب وأنه كان يدافع عن أنوان بلده فقط. وكان تدخل زونيغا العنيف على نجم البرازيل الأول أثار موجة غضب شديدة في أوساط جماهير منتخب السامبا وعشاق نيمار عبر العالم، والذي نشن هجوما لاذعا على ظهير نابولي الأيسر، وهو ما دفعه لتقديم اعتذاراته بعد الواقعة.